أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على الدور الذي يلعبه البنك الآسيوي للاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوسيع عملياته في مصر. وخلال اجتماعها مع رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، دعت المشاط البنك الآسيوي لمزيد من التعاون المشترك تعزيزا لأولويات الحكومة المصرية في دعم جهود التنمية وإفساح المجال للقطاع الخاص. كما أكدت على أن تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر يتيح مجالات كبيرة للتعاون بين البنك ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع ليو مين نائب وزير المالية الصيني تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر والشراكة في إطار مبادرة الحزام والطريق. وخلال اللقاء بحث الجانبان تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال زيارتها الأخيرة للصين في يوليو الماضي، كما تم التطرق إلى فرص الاستثمار المتاحة بين مصر والصين، حيث تعد الصين أحد الدول الرئيسية التي تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية جونينغ وانغ، بحثت أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والمركز. وخلال اللقاء أوضحت المشاط أن الأزمات التي شهدها العالم أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة يعد أمرا حيوي لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقع. كما أكدت المشاط حرص الدولة على توسيع نطاق التعاون وتنسيق الجهود مع المركز لدعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو اقتصاد أخضر. اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع وفد من البنك الدولي لمتابعة مستجدات زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي 750 ألف طن موزعة على 9 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية. أكد فاروق أن الهدف من المشروع هو تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة في المحافظة على وجود احتياط استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والتي من أهمها القمح لضمان توفير الكميات اللازمة من الدقيق التموني لإنتاج الخبز البلدي المدعم. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح نحو 13 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2,116 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 12.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجيكس 30 بنحو 42% ليبلغ مستوى 30,900 من النقاط، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بنسبة 92% ليصل إلى مستوى 7141 نقطة. الارتفاعات كذلك شملت مؤشر AGX 100 الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 95% ليبلغ مستوى 10244 نقطة. أعلنت الجزائر انضمامها رسميا إلى البنك الجديد للتنمية الذي يعتبر الذراع المالية لمجموعة بريكس. أوضحت وزارة المالية الجزائرية أن انضمام الجزائر تم في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية والذي انعقد في كيب تاون في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة يعد خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي.